السلام عليكم يا صحاباتي اخواتاتي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كل شيء بخير. انا نقدم لكم ان شاء الله هذا اللحم، ان شاء الله تابعوني على المقادير ان شاء الله. عندنا عواشق ديال اللدان، عندنا البزار، عندنا كمون والقزبر مطحونين، عندنا شكنجبير والخرقوم بلدي، عندنا الملح، عندنا اللحيمات على كوتلت بحال الكايا ان شاء الله. عندنا عاشق ديال اللدان غنوجدوه معاكم اخواتاتي، راه كنبغيكم وكنحماق وكنموت عليكم. انا كل وصفه نوجدها انا واخواتاتي، كل اخوتي ان شاء الله يا ربي. غندير شويه ديال زيت العود من بعد ان شاء الله. عندي دوك الخرقوم بلدي، شكنجبير، ندير الكمونه، القزبر مطحون، نزري على القزبر. عندنا البزار، عندنا الملح، عندنا شويه ديال زيت العود، بعد ما خلطنا مزيان نرقد نديرو اللحم ديالنا المربده وكلشي في هذيك العطريه تدخل ليه. التحميره ما نديروهاش حيت من بعد راه يدخل الفران هو فاش غيتحمر ان شاء الله، وغندب ليه الزبده من بعد نحمرو ندخلو الفران ان شاء الله من بعد. بعد ما تفوروه في القدره ما تخلوش يطيب بزاف بزاف تيهره، ما خصوش يطيب، غيدخل ليه الطياب شويه شويه، ونحيدوه وندهنوه بشويه تاع الزبده وندخلوه للفران. بعد ما درناه في كسكاسه نخليه يطيب، يدخل الطياب ونحيدوه، ما نخلوش يطيب بزاف. شوفوا معايا راه ما خليتوش تطيب بزاف، ها غير دخلوا الطياب مزيان صافي. احنا غنديروه دروكا في البلاطو عندنا، وغندهنوه بالزبده وغندخلوه للفران. دوكا دوز نحضر معكم السلطه ديال البطاطا. بعد ما البطاطا سلقتها وقطعتها على هذا الشكل، نحمر شويه ديال الزبده وشويه مليحه وشويه تاع البزار صافي، ونقدمها مع اللحم ديالي بعد ما غنحمر في الفران وغنخرجو ان شاء الله. بعد ما وجدت الطبق ديالي، كي وجدت على الطريقه بحال هكا كيجي زوين، كيجي روعه اللحم ديالي. بعد ما فورته ودخلته للفران وخرجته كيجي بحال هذا الشكل، كيجي بحال كوطليت مشويين هما هي في الفران. وقدمت مع هذه السلطه ديالي، نتمنى تعجبكم، وشكرا بزاف على 200 ابوني، شكرا بزاف بزاف من لحقت 200 ابوني. السلام عليكم يا صحاباتي يا خواتاتي، تهلاو ليا في راسكم، راه كنبغيكم كنحماق نموت عليكم. السلامه.